الاستاذ الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، النهارده حضرتك شايف المشاركه وشايف زحام المواطنين قدام اللجان، شايف ايه النهارده الدور اللي بيأديه المواطن واللي حضرتك جاي علشانه النهارده يا فندم؟ والله مبسوط الحمد لله، ده الدور الطبيعي، ده الدور اللي ليه بمصر، وده اللي الدور اللي احنا يعني مصر قطعت اشواط ودفعت ثمن كبير قوي قوي عشان في الاخر تنزل من بيتها النهارده في امان وتنتخب بالسلاسه والاقتناع والوعي ده. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. في رساله معينه تحب تقولها للمواطنين اللي موجودين بره قدام اللجان يا فندم؟ اقول لهم يا رب مزيد من الوعي ومزيد من الاهتمام ومزيد من المشاركات. ما تكسلش انك تشارك في واجبك ابدا. انزل وعبر عن رايك بصدق وشفافيه، ده ليك ولاولادك ولاحفادك والبلد تستحق كده. تمام شكرا جدا.